حاليا انا في جوهو بيتش. جوهو بيتش من الشواطئ المعروفة في جوهو بومباي. اكثر ناس هنا تاكل باني بوري وتاكل ورا وتاكل يسمونه الخبزة الدائرية هاي مثل البرجر يقولوا عليها. حاليا انا في منطقة باندرا. هاي باندرا معروفة بالشواطئها، وهني بيت الفنانين المشهورين امثال شاروخ خان وسلمان خان يبطلون في هذه المنطقة اللي هي منطقة باندرا.